السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مريض التليف الكبدي المتطور، المريض اللي عنده تليف في الكبد وعنده استسقاء في البطن وبياخد برشام مضرات للبول، أقراص بتنزل المية يعني، وعنده استسقاء أو عنده أورام متطورة في الكبد، المريض ده اللي بياخد علاج تحفظي وماشي عليه، ده ما ينفعش يصوم إطلاقا وليس عليه قضاء، عليه إطعام فقط. يبقى المريض ده ما ينفعش يصوم، عليه إطعام فقط، لأنه مطلوب منه بيقسم وجباته طول اليوم، بيشرب ميه طول اليوم، ما ينفعش يصوم عشان ما يحصلش جفاف في الكليتين ويحصل فيه زي خلل في وظائف الكلى بسبب الصيام. يبقى اذا المريض ده ليس عليه صيام اطلاقا بل عليه اطعام فقط، بيطعم عن كل يوم مسكين، لان ده مرض يعتبر مزمن ولا ينتظر البر او الشفاء منه الا بقدر الله طبعا، فليس عليه صيام اطلاقا وعليه قضاء فقط، يطعم عن كل يوم مسكين زيه برضه زي مريض الغسيل الكلوي، ربما برضه ما يقدرش يصوم اطلاقا، مريض الكانسر او الاورام السرطانيه، مريض السكر المعتمد على الانسولين من الدرجه الاولى بياخد اكثر من مره في اليوم، هؤلاء المرضى ربما ليس عليهم صيام ولكن فقط اطعام عن كل يوم مسكين. اسال الله تعالى ان يمن بالشفاء العاجل على كل مريض وان يديم عليكم نعمه الصحه والعافيه، لان الله تعالى يحب ان تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. وكل عام وانتم بخير.